حفظكم الله. هذا السائل لم يذكر الاسم في هذه الرسالة، يقول: إذا نسي الإنسان القراءة في الصلاة الجهرية، السورة التي بعد الفاتحة، أو نسي شيئا منها، فهل يقوم بتركها وبقراءة سورة غيرها، أم ماذا يفعل مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن القراءة، قراءة شيء من القرآن في الصلاة بعد الفاتحة، سنة ليس بواجب. فلو تركها الإنسان صلاته صحيحة، سواء تركها سهوا أو تركها عمدا. لكن إذا تركها عمدا فهو تارك لسنة ولا ينبغي له تركها، وإن تركها سهوا فلا شيء عليه بكل حال. نعم.